اهلا بكم، هذا برنامجكم 90 دقيقة من قناة المحور وانا معكم محمد البيز. من دقائق قليلة دار الافتاء المصرية اعلنت رسميا انه بكرة ان شاء الله الاربع 30 شعبان هو المتمم لشهر شعبان، على ان يكون يوم الخميس الجاي ان شاء الله هو اليوم الاول في شهر رمضان الكريم. نهني حضراتكم باسم برنامج 90 دقيقة، باسم كل العاملين في 90 دقيقة، باسم كل العاملين في قناة المحور. نهني مصر والعالم العربي والأمة الإسلامية كلها بحلول شهر رمضان الكريم. إن شاء الله يبقى شهر يعني الناس تتقرب فيه إلى ربنا، والناس كل واحد داخل رمضان بنية ربنا يحققها له إن شاء الله.